على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. أصل مشروعية الصيام رقم إن صوم كان للشرعية أو لأنه فرض ولا ما يصلنا ما يصلنا يا رين. قوله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات يا إلهي يا أيها الذين آمنوا دتك إيمانك لكوه اليوم إلهي طبعا دتك مؤمنين باسم الإيمان أنك ويري مرك أهل إيمانك كتب عليكم أي فرض عليكم ما لسين فرض ولي الصيام الصوم أو في شهر رمضان لصومه كما كتب على الذين من قبلكم صدلنك فرض ويري دتك سينكور ريان أهل التوحيد كهايان لاحقوا بالله من لدن النبي آدم عليه الصلاة والسلام إلى أنتم يك جرتك إلى إزلاس يمديرين من قبلكم لعلكم إبن تين تتقون إذن إلهي قبستان أيام معدودات معلمة أولا تري يلا سينك فرض ويري إلهي سبحانه وتعالى مركان آية دان ما يشيك دي مدواها أقدام ماك شرف له لكين كوير أقدام لانك ولي كو عصي داي إلى هنا فيرا لانك هو بعض الدن ماذا ولا قلي دفاس والكل عيد دفاس هم ما قف إلا أن كويرت ولا قد قصت إيه ولا قد إن شاكد قلايا لكن مركب ربو لانك ما خرب قد إن كويرت ميل بالس قلايا ولا شرط تبع إن قصوا إلهي الرحم الرحيم إيه رب العباد إيه أمرشي له الخلق والأمر إيه حتى نذكر كرامة مهر إيمان قد إن كويرت يا أيها الذين آمنوا غير ما يكلا مركب أصلا يعني شاكد إن رمضان لسك فرض غير حتىنا كما كتب على الذين من قبلكم جلدهم أي فائدة وهل شيء قد ولا ما أدري ليه كوفة ولا كهرب شيء لتقد مس ولا ما أدري ليه كسر هوب لير لا هوب لير نيو شيم بولدور على كوفة بلير ما ليهم كوفة ما يدك كلهم بلكوا قاعده ما أدري ليه ما هوب لير قريسة لكن هذا بس اللي قاعده مهلوس ما نشيله ما ليه أرجعلي مو أنا سوى لير رجعنا مرة شيء أنا تقول واجباتك شرعية أو علاس إلهي دتك واجبي تكليفك وهل الانشاءها ما له دتك سينكرين نبا موس يا صومي نبي عيسى يا صومي نبي داود يا صومي جرا من قبلكم ولا صومي يلر لعلكم أي منتين تتقون جملة لعلكم تتقون ما يلين لره إن اسم إلهي كوبستان يمدنتين لر بعض المفسرين ما شيء جاءنا لعلكم تتقون ما شيء جاءنا إن اسم لورستان أن تلسين فرض ولك أكاتا مثلا ما يدي لره ما يدري له رأي نصار هل بلا لك واجب له سونو بات هل بلا مني واجبين هل بلا لك واجب له ما له رأي يوم من الأيام لان يوم مدة أضيال شو كمدة علماء كمدة جريدين مهر إلهي هو بعد إفايس سون كما يقدر رأي هن تدوبجي كدرير تدوبجي كدرير صدقني تدوب زمان لا سون عالم كلا كواي مهر سيدي بأربعين كفيلة سيد جاي لمن كدرائر 40 كيلو سوام اتن لزمها سوام سلم ولا انك درس داي لما بلوت يديرت وانو حتى اول لغان بو ان نصارده حتى اول لغان جيس افريقيا اسكل نولنا لما بلوت سوامين لما بلوت مركو مركي لي ويدو واي يا حتن شيكل ما فتوودي ولا نشويات اسكو امر كربوهيدرات ولا اسكو ام سوام فران بي ورابا شاي رينجا لما انجير انجين اما ميلا روت انجين اسكو اما بريس غر اد اما صورتي يابسك اما ميلا كدوا سنا ولي بروتينات لين كدوا تنر و نو سومنن لين وان ميلا راي جيك بي اسكو رابيان ميلا راي شاي رينجا دما يان غو هيسدا وان سومني دل وان سومني مرغون سون كي مينو سوم عيارين لما بلا سات رفات كسك سومي خمر ما دمايا خمر دو كلمه مثلا ممنوع قويت سوون كفراس عانده سوون كفراس هليب سوون كفره ديغرتي انتي برده وهاب لمده سوون كفراير شي كزونتي بروتينات اما حديد ميل راي سوون كفره واري ولا كلام فسح فيرف خساره نيمان كاس كدي ليسين كدينا انت الهي سن ارلي هذا الامام الطحاوي ابو جعفر الطحاوي
رحمة الله عليه من بري كتاب شيء على العقيدة الطحاوية ما يكشاجي إلهي سبحانه وتعالى من بري وضمجي مك كلفنا إلا ما يطيقون واليوم ذن لي كلف ولا يطيقون إلا ما كلفهم متن ولا يكلف ما الكلمة أوذن هذه وانا ذي واجبات كلا إلهي بدأ إنسان ونسارنا هان إلهي نسار يكون وغن مرق خسارة لياس استعاذ الله من الرهتن أيام معدودات وتقليل إن وارد الله سار والير إين يا عيد الشيخس كبعد ما يكون هذا اللي دتك قادرك هاين إن صونك فلان الشيخ دي دتك وايل ده دتك جيرن دتك مسافر ك بلا ميت عدلات ك تحمل ده أهل العذار دن ما يلرهن فمن كان منكم مريضا أو على سفر بعيدة من أيام أخرى مركله سوق الجودان لكن قال لك ذكر نين ملك ديبه سوسك لك ديبه